كما كنقول دائما الحظ كيعكسنا في جميع المباريات كنلعبوا، وكان لكن الاهداف ما كايناش ديك النجاعه الهجوميه، اللاعبين يركزوا في مربع العمليات. مي الحمد لله على كل حال، يعني البريستاسيون ديال اللاعبين اللي قاموا بواحد المباراه كبيره امام الجماهير وكل شاهد ذلك، فما ما عليا الا نهنئ حتى اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي اللي في هذه الظرفيه هذه كيقدموا مباريات كبيره، والقادم ان شاء الله غيكون افضل.